السلام عليكم. اشتباكات خطيرة اندلعت بالقرب من الحدود العراقية والولايات المتحدة الأمريكية. تتابع هذه الاشتباكات عن كثب، والاشتباكات اندلعت واشتعلت صباح هذا اليوم. طبعا هي جاءت بعد إعلان قادم من شيخ عشيرة العقيدات في سوريا، ألا وهو الشيخ إبراهيم الهفل، الذي أعلن بتسجيل صوتي بهذا الشكل اليوم، لاحظ، 25 سبتمبر من الصباح الباكر، أعلن عن النفير العام والبدء بمهاجمة مواقع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك من أجل استعادتها بعد أن فقدوا هذه المناطق الشهر الماضي بعملية قامت بها قوات سوريا الديمقراطية ضد العشائر العربية. وكان قد غرد حول هذه المسألة وقال بأن التقدم مستمر والطرد ميليشيا قنديل جاري، في إشارة لقوات سوريا الديمقراطية. وكانت هنالك لقطات لطبيعة هذه الاشتباكات الكبيرة طبعا التي سنذهب إليها الآن، ولكن طبعا هي كان هنالك انتباها كبيرا من الأوساط الغربية مثل الأسوشيتد بريس، الناشونال بوست، وكذلك الواشنطن تايمز. وكانت هنالك لقطات كما تلاحظون لطبيعة الاشتباكات الكبيرة التي جاءت بين الطرفين، بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية، والعشائر العربية تحقق تقدما بحسب ما هو قادم من الأرض من خلال هذه المعارك. وطبعا في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن كل هذه الظروف التي وصلنا إليها هي جاءت بسبب عملية عسكرية انطلقت الشهر الماضي من قبل قوات سوريا الديمقراطية، قالوا بأنها ضد تنظيم داعش الإرهابي، ولكن انتهى الأمر بإلقاء القبض على أحمد الخبيل، ألا وهو قائد مجلس دير الزور العسكري وعدد من قادة العشائر العربية. وبعد ذلك اندلعت كل الاشتباكات الكبيرة بين الطرفين. طبعا هذه الاشتباكات هي تأتي في الداخل السوري، هذه الأراضي السورية، وهنا الأراضي العراقية، وطبيعة هذه الاشتباكات هي تأتي في الجهة المقابلة للميادين باتجاه بلدة ذيبان والمناطق طبعا القريبة منها، وهذه المنطقة تبعد ما يقارب 78 إلى 79 كيلومترا عن الحدود العراقية، ومن الممكن أن تكون لها تداعيات كبيرة ممكن أن تنعكس على العراق إذا ما طبعا استمرت في التصاعد وفي حدتها في هذه الاشتباكات. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى هذه المناطق الآن لكي نلقي نظرة عليها ونتعرف على ما يجري على الأقل حتى قبل ما يقارب الساعة من الآن، هذه المنطقة كما تلاحظون هنا هي قاعدة حقل العمر النفطية الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي. العشائر العربية كانت موجودة سابقا في البصيرة، في الإشحيل، في الحوائج، في ذيبان، وكذلك هنا في هذه المنطقة ألا وهي الطيانة طبعا، وقوات سوريا الديمقراطية تأتي في الاتجاه الآخر، وهذه المنطقة التي ترونها غرب نهر الفرات مثل طبعا الميادين وغيرها هي تحت سيطرة النظام السوري، وكذلك الفصائل المسلحة المقربة من إيران التي تمتلك نفوذا كبيرا في هذه المنطقة. قوات سوريا الديمقراطية عندما أعلنت العملية العسكرية الخاصة بها تمكنت من عملية التقدم طبعا باتجاه البصيرة، وأيضا تقدمت باتجاه الإشحيل، وأيضا تقدمت باتجاه أيضا الحوائج، وتمكنت أيضا من السيطرة على بلدة ذيبان والسيطرة أيضا على الطيانة، وهذا الأمر أدى بالعشائر العربية بالانسحاب إلى جهة مقابلة غرب نهر الفرات، وطبعا كان فيها انكسار للعشائر العربية، وتوقفت العملية العسكرية الخاصة بقوات سوريا الديمقراطية بعملية السيطرة تقريبا على كامل شرق نهر الفرات من خلال هذه المعركة ومن خلال هذه المناطق التي نتحدث عنها الآن. توقفت العملية العسكرية، حاولوا التفاوض مع شيخ عشيرة العقيدات الشيخ إبراهيم الهفل، ولكنه لم يقبل أبدا مسألة التفاوض، بل إنه الأسبوع الماضي قام بإصدار تسجيل صوتي أيضا وطالب العشائر العربية بالانضمام إليه لأنه يخطط لمهاجمة قوات سوريا الديمقراطية. وصباح هذا اليوم بدأت هذه العملية العسكرية التي تأتي طبعا بثلاث اتجاهات، هي تأتي باتجاه الحوائج طبعا وبلدة ذيبان، وكذلك باتجاه الطيانة من قبل هذه العشائر العربية. والعشائر العربية فعلا تمكنت بعد عمليات قصف قد جاءت مباشرة على الجسر الموجود أو نقاط خاصة بقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من جسر الميادين، وأشعلوا المنطقة الموجودة على أطراف نهر الفرات، تمكنوا من تحقيق تقدم ملموس فعلا. في بادئ الأمر تقدموا قليلا إلى منطقة
منطقة أو حي اللطوة وكذلك على مفرق الحمادي، وبدأت تتراجع شيئا فشيئا قوات سوريا الديمقراطية، وبعد ذلك تمكنت الآن العشائر العربية من السيطرة تقريبا على أغلب مناطق بلدة ذيبان كما يتم تداوله طبعا من الأوساط السورية وما يتحدثون عنه من أخبار عاجلة، وأيضا في نفس الوقت بأن العشائر العربية تمكنت أيضا من التقدم إلى الحوائج وسيطرت عليها بالكامل، واضطرت قوات سوريا الديمقراطية للانسحاب من مواقعها، وأيضا أن العشائر العربية ضغطت باتجاه الطيانة أيضا وقاموا بعملية اختراق هذه المنطقة المهمة للغاية، وليس واضحا ما إذا تمت السيطرة عليها بالكامل من قبل العشائر العربية. هنالك تضارب حول هذه المسألة، بالتالي العشائر العربية فجأة بأقل من 6 ساعات تمكنت من السيطرة على هذه المناطق بهذا الشكل، ولا زال التقدم مستمرا طبعا للعشائر العربية. واضح بأن كان هنالك تهيئة كبيرة لهذه العملية، وكانت هنالك أيضا أعدادا من القتلى والجرحى بين صفوف قوات سوريا الديمقراطية. لكن من جهة أخرى قوات سوريا الديمقراطية طبعا قامت بعملية الرد، وذلك من خلال قذائف الهاون، الأسلحة الثقيلة، تدريب أمريكي، تسليح أمريكي عالي للغاية أيضا. بدأوا بالرد في بلدة ذيبان تحديدا على مواقع العشائر العربية من أجل إيقاع الخسائر بين العشائر العربية واستعادة مواقعهم. أيضا قاموا بعملية تحشيدات أيضا وتعزيزات قادمة من حقل العمر النفطي باتجاه الطيان من أجل تعزيز تواجد ومواقع قوات سوريا الديمقراطية لحماية هذه المنطقة من السقوط، ودفع العشائر العربية أيضا بعيدا من هذه المنطقة، وفتح باب فيما بعد لمهاجمة خاصرة بلدة ذيبان بهذا الاتجاه لإعادة السيطرة عليها. أيضا بدأوا بعملية مهاجمة أيضا وتعزيز ما تبقى من سيطرتهم من قوات سوريا الديمقراطية مما يسيطرون عليه من بلدة ذيبان طبعا. وأيضا في نفس الوقت قامت قوات سوريا الديمقراطية بتعزيز مواقعها في البصيرة، وأيضا مما يؤدي هذا إلى تعزيز أيضا مواقعهم في الشحيل للحفاظ على مواقعهم طبعا من العشائر العربية، وفكرة التقدم لهذه المناطق، وأيضا في نفس الوقت لفتح باب للسيطرة مرة أخرى على الحوائج مرة أخرى. المعارك كبيرة للغاية، والولايات المتحدة الأمريكية تراقب هذه المسألة عن طريق طائرات مسيرة بحسب بعض الأوساط السورية التي تحدثت، مثل صدى الشرقية على سبيل المثال قالت بأن هنالك طائرات تحوم فوق منطقة الحوائج، وكذلك أيضا فوق جسر الميادين هنا تراقب كل صغيرة وكبيرة مما يجري في هذه الاشتباكات. وكانت هنالك لقطات لعملية اختراق العشائر العربية لبلدة ذيبان والنقاط التي يسيطرون عليها شيئا فشيئا من نقاط قوات سوريا الديمقراطية، وكانت هذه هي اللقطات الخاصة بهذه النقطة التي سيطروا عليها تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وتقدم كان سريعا للغاية وانسحاب أيضا سريع من قبل قوات سوريا الديمقراطية من هذه النقاط. تقدم للعشائر العربية طبعا هو الذي يحسب هنا في هذه المنطقة. وفي نفس الوقت جاءت قوات سوريا الديمقراطية لتعلن من الصباح الباكر مع اشتعال هذه المعارك عن حظر شامل لكل المناطق التي طبعا تسيطر عليها تصل إلى الحدود العراقية، وتأتي عملية الحظر الذي تحدثوا عنه وأعلنوه بشكل رسمي تأتي من الشحيل التي تحدثنا عنها هنا تقريبا، ويصل هذا الحظر إلى الباغوز أي إلى الحدود العراقية بالضبط، و مجلس هجين العسكري التابع طبعا لقوات سوريا الديمقراطية الذي يتواجد في هذه المنطقة أيضا كمركز خاص بها بالنسبة لهجين التي نتحدث عنها، هم أيضا يقودون عملية الحظر في هذه المناطق. والأسبوع الماضي كانت هنالك مناورات عسكرية بينها وبين القوات الأمريكية في هذه المنطقة. مصدر خاص أطلعنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب هذا الموقف، تحاول أن تفهم كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية. المصدر أكد لنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قوات سوريا الديمقراطية، ولكن في نفس الوقت لا تريد إزعاج العشائر العربية وتريد حل المشكلة مع العشائر العربية، لأننا يجب أن لا ننسى أن بعض هذه العشائر العربية مدعومة من التحالف الدولي لمهاجمة تنظيم داعش الإرهابي طبعا، ولزيادة الجهود ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهذا يعود لأسباب مهمة، لأن الاشتباكات بين العشائر العربية وبين قوات سوريا الديمقراطية لا تأتي في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية،
وذلك لأن هذا سيساعد أولا تنظيم داعش الإرهابي أن ينتشر مرة أخرى، أن يستفيد من هذه الاشتباكات وما يجري من خلالها، ممكن أن يعيد سيطرته في هذه المنطقة بسبب أو لآخر، وهذه قريبة أيضا من الحدود العراقية، وهذا أمر في غاية الخطورة. وأيضا في نفس الوقت أن هذه الاشتباكات ممكن أن تستفيد منها إيران، وتستفيد أيضا منها روسيا، ويستفيد منها أيضا النظام السوري في نفس الوقت. فالخطة الأساسية هنا بالنسبة لهذه الأطراف هي أولا ضرب وإضعاف قوات سوريا الديمقراطية عن طريق العشائر العربية بغض النظر عن أي طرف، ولكن ممكن إضعاف قوات سوريا الديمقراطية هنا كمرحلة أولى سيؤدي إلى مرحلة ثانية، ألا وهو الضغط على القوات الأمريكية لإخراجها من هذه المنطقة. والأوساط الغربية كانت منتبهة لمثل هذه التفاصيل بداية هذا الشهر. الاندبندنت العربية تحدثت بأن هنالك استراتيجية لطهران لتدمير الجدار الأمريكي في نظر وفي نظرة إلى الحليف الأهم للولايات المتحدة، ألا وهي قوات سوريا الديمقراطية، قوات الكردية بشكل عام التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل تحقيق الخطة الأساسية التي تحدثت عنها العديد من المصادر الأمريكية، ومثل معهد دراسات الحرب ISW الذي ترونه هنا، الذي تحدث الشهر الماضي بين إيران وروسيا والنظام السوري يخططون للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإخراجها طبعا من سوريا. ويجب أن ننتبه بأننا قبل أيام قليلة لاحظنا زيارة خاطفة وسريعة، وأيضا تم نشر صورها لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى سوريا، وظهر بهذا الشكل مع قوات الجيش العربي السوري، بعض الفصائل المسلحة المقربة من إيران وغيرها، وهو يجتمع بهم، ظهر كمظهر جديد، وكأن إيران تحاول استبدال الجنرال الراحل قاسم سليماني بإسماعيل قاآني. وكانت قد أكدت إيران انترناشنال والعديد أيضا من المصادر السورية بأن كانت هنالك مناورات عسكرية قد قادها هذا الرجل في الداخل السوري، هنالك تركيز على سوريا عالي من قبل الإيرانيين، وهذا هو السبب الذي جعل أرب نيوز اللندنية أن تتحدث بهذا الشكل الواضح بأننا يجب أن نزيد من عدد قواتنا في هذه المنطقة للحفاظ على الوضع بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية. ولا بد أيضا من الانتباه لمسألة هذا الصراع بين العشائر العربية وقسد ومحاولة حل المشكلة مع العشائر العربية، فهي مظلومة هنا كما تحدثت الأرب نيوزيلندية، ولا مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في أن تتصاعد الأمور بهذا الشكل، وإيران تراقب كل صغيرة وكبيرة للقواعد الأمريكية الموجودة في سوريا تحديدا. على سبيل المثال وكالة تسنيم في 48 ساعة الماضية نشرت صورا محدثة بالأقمار الصناعية لقاعدة كونيكو التي ترونها هنا، وكانت قد وضحت من خلال هذه النقاط التي قاموا بتلوينها طبعا باللون الأحمر كما تلاحظون وحتى باللون الأخضر إلى طبيعة المتغيرات والتطويرات والتوسع الكبير لقاعدة كونيكو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2021 حتى تقريبا نهاية عام 2022، وقالوا بأن هنالك توسعا كبيرا إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة. قالوا بأن هذه النقاط هي كلها النقاط التي وسعتها الولايات المتحدة الأمريكية من مساكن، من مهابط، من أشياء ومنشآت مهمة موجودة في هذه القاعدة. أيضا بأن موقع إيكاد أكد هذه المسألة ولكن بالنظر إلى قاعدة مختلفة، ألا وهي قاعدة التنف التي تأتي في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا في الداخل السوري. قالوا بأن حجمها كان بهذا الشكل هذه القاعدة في يونيو عام 2022، وقارنوها بأغسطس عام 2023 أي الشهر الماضي، وأوضحوا بأن مساحة هذه القاعدة قد توسعت، منشآتها تغيرت. قالوا كل هذه النقاط هنا قبل هنا بعد قد تغيرت طبعا، منشآت كبيرة ومساكن أكثر القوات الأمريكية، في إشارة بأننا قد نكون أمام زيادة لعدد القوات الأمريكية قادمة كما تحدثت الأرب نيوز اللندنية قادمة في هذه المنطقة. أيضا هذه المنطقة قالوا بأنها استحدثت مؤخرا في هذه النقطة، وبالتالي الحديث هنا عن قاعدة التنف وعن قواعد مثل حقل العمر النفطي وكذلك كونيكو التي تحدثنا عنها، في إشارة بأن الأمور قد تكون خطيرة مرة أخرى على الربط الإيراني الذي يأتي من العراق إلى سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من قبل من القوات التي تدعمها بكل تأكيد. بالتالي نحن أمام ظروف متغيرة سريعة للغاية في هذه المنطقة قد تفتح الباب للكثير من المتغيرات الاستراتيجية
الموجودة في هذه طبعا المنطقة وفي سوريا، وحتى على مستوى طبيعة الانتشار الأمريكي الذي يأتي بالقرب من الحدود العراقية.